كل اللاعبين امام حضراتكم، الكل ينتظر، انا اعتقد ان الكل ينتظر، وبرضه كريم لو تقدر تصحح لي، الكل ينتظر يوم المباراه، الكل شايف او ينتظر الوقت اللي هنلعب فيه، لانه كلام كتير جدا ولغط كتير جدا، ولكن اعتقد وجود الكابتن محمود الخطيب قبل السفر كان له عامل كبير جدا، والكلام اللي قاله كابتن خطيب اعتقد الكل مركز فيها كريم. بالتاكيد يا كابتن اسلام، القيمه كبيره جدا لكابتن محمود الخطيب، وتحديدا كمان لما بيكون عارف ان اللعيبه محتاجاه في هذا التوقيت، الكلام بيصل بلغه الاب وبلغه القدوه وبلغه الاسطوره. كابتن محمود الخطيب الحقيقه ما بيتابع مع لعيبه النادي الاهلي في الظروف اللي بيكون فيها حسم، بيكون مردودها كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، الدوافع موجوده والرغبه موجوده والجديه موجوده، لكن لما بتسمع الكلام من القيمه الكبيره جدا بيكون مردودها اكبر. جمهور النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب، مجلس الاداره، الكل مساند للعيبه النادي الاهلي، ينقصنا التوفيق، وزي ما شفنا التوفيق كان معانا في المباراه الاولى بالاجتهاد. التوفيق ما بيجيش يا كابتن اسلام الا لما يكون في اجتهاد، بيكون في انكار ذات، بيكون في صفاء نيه بكل اللاعبين. فيا رب ان شاء الله باذن الله ال 90 دقيقه القادمه اللي الكل منتظرها ان شاء الله من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نشوف الجديه الكبيره اللي احنا شفناها مع لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطى هذه المباراه، وحسبتنا بقى وحسبه الجهاز الفني ومجلس الاداره يكون بشكل كبير جدا في المباراه النهائيه ان شاء الله يا كابتن اسلام. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد من الجزائر، زي ما حضراتكم متعودين معانا دائما بنجيب لحضراتكم كل كواليس ما يحدث في بعثة النادي الأهلي.